وللحديث عن الجهود الأمنية البحرينية بالمشاعر المقدسة ينضم إلينا من مكة المكرمة النقيب إبراهيم الشبعان، عضو اللجنة الأمنية ببعثة الحج البحرينية. نقيب إبراهيم مساء الخير، لو تحدثنا عن أبرز المهام التي توليها وزارة الداخلية ممثلة باللجنة الأمنية ببعثة الحج البحرينية في مكة المكرمة. مساء النور، مرحبا. طبعا بتوجيهات من سيدي معالي وزير الداخلية والمتابعة الحثيثة من سيدي رئيس الأمن العام، تبدأ اللجنة الأمنية مباشرة مهامها لموسم الحج مع بدء وصولها إلى الأراضي المقدسة عن طريق فحص المباني حملات البحرينية البالغ عددها 59 حاملة والموزعة على 34 مبنى، من أجل التأكد من استيفاء متطلبات الدفاع المدني السعودي لضمان سلامة الحجاج. ويتم استلام الملكيات الخاصة لسيارات الحملات، وذلك يتم وبعد ذلك يتم رفع الملكيات إلى قيادة قوات أمن الحجاج لشؤون المرور لإصدار التصاريح اللازمة لدخول المشاعر وإدخالها في النظام الحج السعودي. يتم وضع أيضا الخطة الأمنية بالتعاون مع أمن المنشآت وزارة الداخلية السعودية بمنطقة عرفة لتسهيل عمليات تصعيد إلى المشعر عرفة وتفويت الحجاج منها إلى أرض مختلفة. هذه بخصوص أبرز المهام اللي نقوم فيها أول ما نوصل. نعم، من مكة المكرمة النقيب إبراهيم شبعان، عضو اللجنة الأمنية بعثة الحج البحرينية، شكرا جزيلا لك.